ارتبطت عادات المصريين في الاحتفالات بأعياد شم النسيم على مر العصور على تناول الأكلات الشهيرة من الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين مع البيض الملون والبصل الأخضر والليمون. وكالعادة في كل عام تخرج التحذيرات الطبية من كافة المؤسسات الصحية في مصر للتحذير من تناول الرنجة والفسيخ، ويصاحبها أيضاً الإعلان عن حملات من الهيئات الرقابية على الأسواق وضبط كميات كبيرة من الأسماك المملحة بكافة أنواعها غير صالحة للاستخدام الأدمي. ورغم كل ذلك لا يتخلى المصريين عن عاداتهم ويستمرون بالاستمتاع بهذه الأكلات التي تم توارثها أجيالاً وراء أجيال. ومع إصرار المصريين على أكل هذه الوجبات تحت شعار معدة المصريين تهضم الزلط، لا تجد الحكومة حيلة أخرى سوى تحذيرات بعدم الإفراط في التناول مع رفع حالات الطوارئ في مراكز السموم بالمستشفيات انتظاراً لعلاج المصريين الذين يتعرضون لأي أزمات صحية نتيجة تناول الفسيخ والرنجة. ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة والارتفاعات الجنونية في أسعار الفسيخ والملوحة والتي جعلت سعر الكيلو في المتوسط 100 جنيه والرنجة والسردين نحو 40 جنيهاً، فإن المصريين تحدوا الأسعار وتحذيرات الحكومة وواصلوا الاستمتاع بأكلاتهم الشهيرة.